وعدوا أنه لبنان فينيقيا رغم الحروب والاجتياحات واختلاط الشعوب رح يبقى ورح يرجع بلد الحضارة الأول. وحدهم عيون سعيد عقل بيشوفوا أنه لبنان فينيقيا فخر الشعوب وملك الأرض وأعظم الأمم. في دولة وحيدة اليوم بتقدر تقول أنا فينيقيا هي لبنان. هلا فينيقيا كانت أطول بتوصل لغزة وبتقول عكا وبتوصل من فوق لما بعد جريت صحيح مرات فرنسا كانت تشمل كل بلجيكا ما عدت شلقات. إنما الدولة الوحيدة بالعالم اللي بتقدر تقول أنا فينيقيا وفينيقيا أنا هي لبنان. فخر الدين كان يمضي أمير فينيقيا. فخر الدين أهم من بشارة الخوري. تقول بشارة الخوري ألا بدي أخذ أنا أشمضة بشارة الخوري؟ بدي أشوف أشمضة فخر الدين. بس فيهم مثلا الشعوب اللي سكنت راس شمرة وجريت مثلا أو ساحل فلسطيني يقولوا نحن فينيقيا. هاي كلمة اندثرت بيقولوها أعدانا حبيبتي. العقل الفينيقي فاعل براسي أكتر ما فاعلين كل رجال الحضارة بالدنيا. تقدر تقولي له اليوم لليوناني انت مش فاعل براسك ارسطو افلاطون، فاعل براسك بابطندريو وشي واحد من هالرجال السياسي تبعه. شو عم يحكوا هالكلام؟ حودي الفينيقي يا حبيبتي مش فاعلي بلبنان، فاعلي بالعالم. السنه انعمل معرض بفينيز اطول معرض بتاريخ المعارض. من عمل لا روما ولا باريس.